أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج. دائما البداية من الحمل حتى الحوت، واليوم نتحدث عن الحمل وبعض الأمور المهنية والصحية وحتى العاطفية. في الجانب المهني اليوم تتحسن الظروف في اليوم، وتتلقى ربما اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك. حاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح طبعا صفحة جدا جديدة في عملك، وربما هناك جديد قادم معك. إذا العاطفة اليوم ما تحاول أن تنصدم بآراء الآخرين، وخصوصا بينك وبين الشريك، لأنه الخيارات متعددة والانسجام ربما راح يحاول أن يقرب المسافات والمواقف من بعض المداخلات. أيضا إذا الصحة اليوم قد تصاب طبعا ببعض الالتهابات المفاجئة، لكنها قد تسبب لك إزعاج وربما تعالجها ببعض الأدوية الضرورية. وننتقل إلى مولود الثور اليوم، تثير قضية دفينة وربما تتأمل، وأيضا ربما تحصل على مبغاك في أخذ العبرة لتفادي السقوط مجددا، سيما أنه المحيطين بك راح يكون معظمهم ربما يتربصون بك شر. حاول أنه تنتبه إلى هذه الفترة اللي دائما تكون جدا مهمة، هذه يعني الأسبوع أو إذا منتصف الأسبوع القادم. العاطفة يوم مناسب مشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك، كل على المشروع راح تقومون به معا يعزز الروابط ويساهم في تغيير وتعبير المشاعر وانسجامها فيما بيناتكم. طبعا إلى الصحة اليوم ابتداء من اليوم أصبحت أنت مسألة أيضا السباحة أو ربما التخلص من الأجواء الضاغطة أو ربما حتى الخروج في أي مسها ممكن أن تكون لإتخلصك من أوجاع الظهر، وأيضا من تقلبات الطقس وخصوصا تقلبات المزاج الحادة مؤخرا أصبحت تحاول أن تتخلص من عندها، ومن طبعا بعض الملاحظات اللي قد شوية أثرت في الجانب الصحي معك أيها المولود. وننتقل إلى الجوزاء اليوم لحسن الحظ، راح اليوم تتفرج على بعض القضايا وهناك انفراج لبعض الأمور، طبعا تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، وربما يلتف من حولك فريق عمل مقدم إليك كامل الدعم. أما العاطفة يوم يبدأ الحظ ربما يكون معاكس بالتراجع، وربما ينصح لك بالفلك بالقيام بأي مغامرة جديدة. حاول أن تنتبه وتكون جدا صبور حتى ما تقع أو تسقط في أي محظور ربما من شأنه أنه يعني يؤذيك بعض الأشياء والصحة. اليوم طاقتك توفرها ويعود عليك بالفائدة، وربما راح تهدر بعض الساعات بالإضافة للعمل، لكن حاول أنه تعرف إيش المساحة اللي ممكن تنفعك على القادم. ومولود السرطان يحتاج إليك اليوم الزملاء طبعا في العمل ويؤدون دور في توجيهك، راح تشاركهم اهتماماتهم الموجودة، وأيضا تحاول أن تقدم لهم النصائح، وأيضا تتخذ ربما بعض القرارات عنهم. حاول أنه تفهم إيش هو المطلوب منك تحديدا. واليوم العاطفة تبدو طبعا العلاقات المتينة، بحيث راح تستعيد لوقوف الحبيب إلى جنبك، وربما تخفي الغيوم الداكنة ويسهل الحوار تبادل الآراء وإلى الصحة. تحاول أنه تنظر إلى الوراء، بل حاول أنه تتابع طريقك في حميتك الغذائية مهما حاولوا أن يعرضوك من مشكلات أو ربما صعوبات في حياتك. وإلى طبعا مسألة الأسد اليوم، مولود الأسد اليوم قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكن راح تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك ومشاريعك اللي خططت إلها على نحو جدا جيد وإيجابي. وإلى طبعا العاطفة احتمالات متنوعة، لقاء في طريق أو ظروف خالية، صداقات أو رفقة جديدة أو علاقة عاطفية جديدة راح تحاول أنه تلفت نظرك وتعود إليك السعادة الكبيرة من جديد. وإلى طبعا الصحة، أنت اليوم في صراع مع الوقت، حاول استغلاله ولو لساعة يومية لممارسة أي نشاط أو حركة أو شيء من جانب الرياضة. ومولود العذراء يوم جيد يجعلك سعيد ومرتاح، بإمكانك أن تضاعف جهودك والعمل مع مجموعة من الأصدقاء أو الزملاء على مشروع جيد، كما يمنحك فرص جدا كبيرة وإيجابية لتعزيز موقعك والتحكم. إلى العاطفة اليوم تميل إلى التعبير عن عواطفك وبقوة وشجاعة، وما تتردد في خوض أي مغامرة جديدة ترى أنه وقتها قد حان. طبعا إلى مسألة الصحة اليوم، أنت تعاني ضغط في القابلية على الأكل أو تستشير طبيبك فورا. وننتقل وإياكم إلى مولود الميزان، يوم من الإبداع والتطور المهني والإشراق، تتمتع بحظ كبير يبارك خطواتك ويسهل لك دربك ويحقق لك طموحات جدا كبيرة
طالما كنت تنتظرها أيها المولود. وإلى العاطفة، إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيء مع الشريك، تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار وسلسلة التعامل من جديد لحتى تعرف إيش هو الخلل ثم تعالجه. فيما يخص الصحة، ربما يوم الابتعاد قدر الإمكان من المناسبات أو حتى على المأكولات الدسمة، مختلف أنواع الحلويات، والخروج إلى المطاعم أو الأكل خارج المنزل هو سبب ما أنت فيه الآن. وإلى مولود العقرب، طبعا يصبح إيقاع حياتك بطيء في هذا اليوم، حتى أنك راح تشعر بجمود كامل قدر المستطاع لركود الأحوال ولتأجيج، وعلى الأرجح ما راح تحاول أنه تسمع جواب ولن تتلقى خبر على تساؤلاتك. أما إلى العاطفة اليوم، لا تخشى اعتماد توجيهات جديدة، فكر في مشاريع حديثة وما تقلق بشأن الأوضاع العاطفية. والصحة اليوم، راح تفكر في مستقبلك الصحي كما المهني والعاطفي، فكلما تكاملت الأمور لتبقى قادر على الإنجاز. وإلى مولود القوس، أيها القوس اليوم تفيض حيوية وإشراق، وتبدو واقعيا وإيجابيا وقادرا على التعاطي مع شتى الأمور بحكمة ومهارة والتخلص من العقبات والاعتراضات المغرضة. طبعا العاطفة اليوم، الوقت راح يكون جدا مناسب لتصحيح بعض الأخطاء والاعتذار عما بدر منك سابقا من هفوات لأنك طيب وما تقصد هذا الموضوع. في الصحة اليوم، تحاول أنه تداول الاستفادة من الجو الإيجابي المحيط بك لحتى تسترخي وتستريح من طبعا إحنا شو نقول مثلا التراكمات السابقة قدر الإمكان. وننتقل وإياكم إلى مولود الجدي اليوم. من الجانب المهني، عليك الإعداد جيدا ومسبقا لجميع أعمالك واقتناص منك للفرص الثمينة اللي أصبحت إلك، وأنت قادر على تكرار هذه الأهداف مرة ثانية وإن كانت بعيدة وصعبة. لكن العاطفة اليوم تبتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأثيرات أو توبيخات من عنده، ربما يكون فقط نقد بناء ما يزعلك. والصحة، لا تحاول أنه تخلي بواجباتك الرياضية أو أي تمرين كان على مستوى تحريك الدم أو الأكسجين أو الصحة في الجسم. ومولود الدلو اليوم، ثمت ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى ربما عروض مفاجئة وهنالك صوب الخطوات. وإلى العاطفة اليوم، قد ينتابك شعور بأنه علاقة بمن تحب أصبحت متينة على المصالح أو مبنية فقط على المصالح. الأيام القادمة راح تبرهن لك العكس، فحاول أن تكون أكثر إيجابية وتبتعد عن عدم التفاؤل. والصحة، ربما مسألة التوافق بينك وبين مسألة الرياضة مخاصمها مؤخرا إطلاقا، لكن الفلك ينصحك بالالتزام ولو بكورسات جدا بسيطة. أخيرا إلى مولود الحوت، قد تسوء العلاقة مع المقربين ويبدو الاتصال صعب، وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام. وإلى العاطفة اليوم، تتحرك عواطفك باتجاه هذا الأشخاص وتجد نفسك منجذب إلى، فحاول التقرب من عنده كما سمحت لك الفرصة من جديد. وطبعا في الجانب الصحي، تحاول مقاومة الإغراءات اللي تبعدك عن ممارسة الرياضة أو حتى على الأكل، لأنك مؤخرا أصبحت نهوم وشره بالأكل. حاول أنه تمشي ولو لمسافات وتبتعد عن مسألة التدخين اللي من شأنها وجدا واضحة في مسألة القصبات والصدر. مشاهدينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. ما أدري فقرة الصباحية انتهت ولا معانا. ألو، أول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، مية هلا. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا وسهلا. أي خليك يا رب. عفوا، منو؟ جبار من بابل. أخ جبار من بابل، كيف الصحة يا جبار؟ الله يسلمك، رحم الله دي. يخليك يا ربي. اليوم بابل أتى حضور حلو، وين صاركم يومين ماكو أهل بابل؟ اي والله صار اسبوعين من ندق عليك. يلا يلا، خير خير ان شاء الله اخ جبار. قلت لي العلاج مال المفاصل بروح ابيك، ما عندي الفي اس انا راسلك. وروح ابيك. احنا شنو قررنا؟ على الجو مباشرة نقسم الوقت بعدالة حتى الجميع ياخذ حصته ونصيبه بالاتصال. ايش رايك يا جبار لو تروح على صفحة برامجنا زاغروس بالعربي، ها؟ وتراسلني من هناك، او زاغروس يا عمي، تعال هناك وراح نسولف وتدلل عيوني لك. صار. يلا، شكرا لاتصالك يا جبار. معنا اتصال هاتفي اخر. الو 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 الو، مرحبا. الو، مرحبا. صباح العافية يا مية هلا. من بس حبيت
اتصل على مود الابراج. اي حبيبتي تفضلي، ميس الامير معاك فقره الابراج، حي الله. منو معانا؟ جميل. منو معانا؟ الو. ابتسام. ابتسام من وين انت؟ من سليمانية. يا حي الله اهل سليمانية وميتها لبيكم. يلا بسمع. انا مواليد 1978. اي 24/4. نقول 24/4 انت؟ تمام تمام. اي مولود الثور، طالعك هو الزهرة وطبعك ترابي. يعني تمام. اي ابتسام. والله شكو ماكو، هاي انت راح تسألينا شنو تحديدا حابة تسألينا؟ والله أنا هسه عندي مشاكل هواية، أريد أشوف هاي المشاكل شو تخلص. طيب إيش حابة تسألين تحديدا ممكن حتى تستفادي من وجودك ويانا؟ والله على حياتي الاجتماعية. نقول الاجتماعية ولا التوافق الزوجي؟ التوافق الزوجي اجتماعية. تمام. اجتماعية يا ابتسام. أوكي. شوفي ابتسام. أخذنا الاتصال بابتسام، ما يخالف ابتسام. عاود الاتصال، يعني طلع لك شي كم سالفة، كنا نتمنى أنه ننصحك. نعم. روح لاتصال هاتفي آخر. ألو؟ ألو؟ ألو ألو، صباح الخير. ألو؟ قطع الاتصال. طيب. في اتصال هاتفي ولا نسولف شوية؟ إذا مشاهدينا الكرام بالتعليقات اللي وصلتنا طبعا كثير يسألون طبعا عن بعض الأبراج اللي هي من مواليد العذراء لهذه السنة. مواليد العذراء لهذه السنة على الأغلب وبالإجماع ليش قررنا نختار اليوم مولود العذراء؟ ليش؟ لأنه كثرة الاتصالات أو المراسلات أو الاستفسار على نفس الهدف أو أكثر يحددون عن نوعية هذا الحدث اللي يحدث مع مولود العذراء لهذه السنة. طبعا مواليد العذراء لثلاث عشريات هذه السنة، العشريات اللي بالوسط خلينا نسميها العشرية الثانية صادفت حركات أبراج شوية بطيئة كانت معها، لكن الثالثة راح تكون أوكي موفقة بصورة عامة عن مولود العذراء للذكر والأنثى، معاهم حظوظ جدا إيجابية يحظى هذا المولود أو تلك المولودة بيش بشنو؟ الصداقات الناجحة لهذه السنة، ولاءات جدا إيجابية، ربما مراكز مهمة أو ربما سلالم حلوة إيجابية يرتقي لها هذا المولود على جانب الدراسة، على جانب الصحة أيضا وجانب المال، وربما كانت معهم طبعا متراكمات قديمة قد تعود أو ينتبهون إلى نفقاتهم. يدعمهم الفلك وتكون أمورهم إيجابية إلى منتصف شهر 12، من بعدها هنالك نوازل. هسه احنا ما راح نسولف لكم اياها لنهايه السنه ليش، بس حتى نجاوب على قدر المستطاع على الافكار اللي تتحدثون عنها. ربما طبعا الى الرجال نتحدث بصوره خاصه، البعض يقول انا شو وقت اتزوج او هل هناك حظوظ للزواج او شيء ما. من العشريات الاولى او الثانيه اللي ماخذه من نص الاول والثاني يحظى بصداقه، وصداقة تكون جدا متينة بين الغرام وبين الصداقة، وهنا ما راح يعرف يفرق ليش؟ ربما تكون العلاقة الزوجية فاشلة لأن هنالك إذيال، وخلي ينتبه ويحدد هذه القضية، لكن بصورة عامة هذه السنة سنة جدا إيجابية وحلوة، منهم من طبعا على صعيد الدراسة اللي نتحدث من يرتقبون إلى درجات وظيفية جدا إيجابية، دراسات خاصة، دراسات عليا، سفر جدا إيجابي، راح تقولون اليوم شو كلها قمرة وربيع، أي أيوة والله قمرة وربيع لهذا المولود اللي كانت السنة اللي سبقت معاه مع نوازل جدا بطيئة استمرت معاه تقريبا إلى الربع الأخير من السنة، لكن هذه السنة سنة جدا إيجابية وقد تكون سنة مال إلى منتصف شهر 12 يعني القادم يرتقب شيء من المال، نجاحات إذا كانوا أصحاب المشاريع أو أصحاب المدخرات يمكن اللي فاقديها وشيء من هذا القبيل. ونكمل وياكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام على الفقرات القادمة. ليش؟ لأن احنا محددين بالوقت، وإن شاء الله يا رب الوقت القادم راح يكون من حظكم ونصيبكم. ما في شو اتصال هاتفي ولا نختم فقرتنا؟ إذا وقتي معاكم انتهى مشاهدينا، لكن لقائي بكم أكيد يتجدد كل يوم صباح بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو حتى نكمل باقي الفقرات الصباحية، وأنا كالمعتاد راح أقول لكم باي باي.